هاي ايفريوان، اليوم رح اشوفكم فيديو جديد من لعبة بيكا اكسي. وبهذا الفيديو رح ناخذ الهدية الثانية اللي نزلت حاليا في بيكا اكسي، فتعالوا خلونا نروح ناخذها. طبعا اللي ما شاف الهدية الاولى وهماتي اصدقائي، يعني انا شوفتكم فيديو عنها، وهماتي اصدقائي من ناحية الهدية حاليا راحت تمام، لان هي خلال 24 ساعة الهدية فراح تروح اذا خلصت هاي الساعات. فلذلك الهدية الاولى راحت وهسه الثانية، فلما حصل الهدية الاولى روح شوف الفيديو، وهسه تعالوا اخذوا الهدية الثانية حتى ما تضيع عليكم مثل الاولى. يلا تعالوا هسه خلوني اشتري، لان الصراحة طبعا رخيصة، يعني سعرها كوينزاية واحدة فقط. تخيلوا انا عندي 3 ملايين وهي فقط كوينزاية فقط واحد. سو يبي اصدقها يعني، اوه ماي جاد. سو هسه تعالوا خلونا نشتريها وليتس جو. هذه المرة اوكي، هذه المرة يا اصدقائي سعرها كونستين، يعني اتوقع انه كل يوم راح ازود كونزاية واحدة فقط لحد يوم 9، فراح يكون الهدية التاسعة الاخيرة راح تكون فقط 9 كونزاية. صراحة نايس، يعني لا بس في الفكرة. ستعالوا هسه خلينا نشتريها، 21 ساعة راح تخلص، لازم هسه الحق واشتريها، وانتوا ما تروحوا اشتروها، هذا من خلال التصوير يعني، من نشرة راح يكون وقت مختلف. سو يا اصدقائي تعالوا هسه خلونا اشتريها وياكم، سعر فقط كونستين. ليتس جو، متحمسة اشوف شنو راح احصل. او ماي جاد، اوه اوكي، حصلت يا اصدقائي على هذا الجلافز، وحصلت على البيضة وبس. فحبيت يعني حصلت على جلاس جديد من هذه الهدية. فالهدية الأولى كانت عبارة عن سروال يا أصدقائي، لكن هذه المرة حصلنا على جلافز نفس ما تشوفون. واو، الجلافز أصلا نفس لون بنطال تبعي، يعني صار نفس الشيء. واو شوفوا، حبيت الصراحة الشكل. أوه ماي جاد، شوفوا شوفوا كيف أرويكم إياها بشكل أوضح. قاعد تشوفوها جايز، حرفيا شكلها كلش حلو. هاي منانهم، شوفوا حلوة الصراحة، نايس. فهي هاي الهدية الثانية، لا تنسون تروحون تاخذوها لانها مات بيها بيضة، فتقدرون تفتحوها وتحصلون على هدية من البيضة. طيب، واكتبوا تعليقات يا اصدقائي، هل اخذتوا الهدية الاولى او بعدكم، او يعني هي بعد راحت عليكم؟ اكتبوا تعليقات خليني اعرف. وبس هذا هو كل شيء بالفيديو، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وياي. همات يا اصدقائي اللي ما مشتركين، اشترك في القناة وفعلوا الجرس همات حتى يوصلكم كل شيء جديد، وهمات حطوا لايكاتكم. وبس باي باي، احبكم واشوفكم بالفيديو الجاي.